رجعنا لكم تانية فقرة مميزة، شباب البحيرة، شباب طموح. هنقدمهم واحد واحد. اسمه صافي في الشعر أحمد رشدي، أهلا بيك منورنا. أهلا، تشرفت بحضرتكم. مصفي في الشعر هشام خضر، أهلا بيك منورنا حبيبي. أحمد عبد الرؤوف، مصفي في الشعر إيتاي البارود. أيوة يا فندم. أبو حمص، محمودية، كوم حماد. بحيرة وافتخر، بحرة وافتخر. كملي بقى. أهلا وسهلا بيك، نورتونا مصري. والله نورت، نورك يا رب. وإحنا يعني فخورين بيكم إن أنتوا يعني شباب وجايين من آخر الدنيا عشان في برنامج افتخر بمهنتك. طبعا يا فندم، أهلا وسهلا بيكم. كوافير وافتخر. أكيد طبعا. طبعا ده المنهج اللي احنا شغالين عليه بقالنا 3 سنين، وانتوا طبعا متابعينا. كنا عندكم في مهرجان البحيره، بيبعت لنا رساله شكر لمحمد الحداد والشغل اللي هو عامله لابناء البحيره، كل الدعم لاي عمل مهني لصالح مهنه الكوافير والتجميل في مصر. نرجع بقى لاحمد، هنعرض لك صور وهنتكلم عنها، بس انا عايزك اسالك الاول، استفدت ايه من مبادره افتخر بمهنتك؟ المبادره اللي بقى لها 3 سنين بتحاول تساعد الشباب، هل ده انت لقيته فعلا على الواقع؟ اكيد يا فندم. طبعا المبادره ديت الحمد لله مقربانا كلنا من بعض، نخلي كلنا في حب المهنه. تمام، الحمد لله يعني لقينا كل حاجه متوفره في الشغل، وتطوير بين المجال الشغل بتاعنا، والحمد لله في تقدم مستمر باذن الله، ويا رب يفضل دايما على كده ان شاء الله. احنا بالنسبه لنا انت المنسق البحيره ان شاء الله لشباب البحيره. بنشكرك على دعمك. احمد رشدي ابن المحمودية. تمام، صح كده؟ تمام. ممكن تقول عنوانك ورقم تليفونك؟ أنا أحمد رشدي من المحمودية العطف. العنوان بتاعي بالظبط هناك في قرية العطف تبع المحمودية. رقم تليفون أنا 012-2-090-55-36. للتواصل مع أحمد لعرسان الأيتام الغير مقتدرين، مبادرة افتخر بمهنتك، تقف مع الشباب، مبادرة الخير. هشام خضر، عرف نفسك للمشاهدين وعنوانك ورقم تليفونك. هشام خضر من ابو حمص، 011-240-86-73-4. تشرفنا بيك ونورت مبادره افتخر بمهنتك. احمد عبد الرؤوف برضو عرف نفسك. احمد عبد الرؤوف نور الدين، طبعا انا من مركز ايتاي البارود، قريه الدكسيه. رقم تليفوني 010-21-99-34-51. ارقام التليفونات اللي احنا قلناها والعناوين دي يا جماعه، اي شاب في اي مهنه حرفيه او تجميليه او رياضيه يتواصل مع الشباب. احنا كل مشتركين المبادره لتفعيل مهنه الخير، مهنه صانع الجمال في المبادره التجميليه. هنرجع لاحمد رشدي وهنشوف لك بعد اذن الاعداد ينزل لي الصور بتاعت احمد. لو في رساله يا احمد عايز تقولها لحد معين، او ممكن الكاميرا معاك وتقول اللي انت عايزه. انا بوجه مثلا رساله لاي واحد في مجال شغلتي، تمام، او في اي مهنه عامه، مش لازم تقف على مجال معين او سيستم معين انت تفضل عليه، حاول تطور من نفسك، وكل يوم مثلا في تجديد وشغل جديد، في كل حاجه موجوده، بس انت كل يوم بتزيد من شغلك، وكل يوم في زياده ليك، وكل ده بيتعيد عليك برضو وعلى اسرتك وعلى الكلام ده كله. تمام، وان شاء الله الافضل دايما لكل اخ مثلا زي او كل اي حد، وربنا يقوي الجميع يا رب. برضو كلمة، تفضل قول اللي انت عايزه للمشاهدين، رسالة عايز توجهها لحد قريب منك. اتفضل. انا هوجه رسالة لوالدتي، ربنا يحفظها يا رب. اقول لها يعني لولا هي ما كنتش قعدت القعدة ديت، ولا كنت في المجال ديت، وقف الجنب كتير لحد ما بقيت هنا، وده السبب اللي خلاني اجي النهاردة عشان اوجه لها الرسالة. ربنا يحفظها لك يا رب، ودايما ان شاء الله مع بعض شباب البحيرة ان شاء الله في تطوير، واللي جاي احسن ان شاء الله. اتفضل احمد، اتفضل قول كلمتك. طبعا انا بوجه رساله، طبعا انني فخور بهذه المهنه. تمام، لان المهنه فعلا مهنه مشرفه، طبعا مهنه فيها فن وفيها ابداع، ولو اي حد عاوز يشتغل في اي في المجال ده طبعا لازم يكون عنده طموح، ولازم يشتغل كويس، ولازم يدي لنفسه فرصه ان هو يطور من نفسه. طبعا وبقدم تحيه لوالداني الحاج عبد الرؤوف نور الدين، طبعا بدعمه ليا طبعا، وبالشباب طبعا ولاد بلدي، بثقتهم فيا، هم انا اللي وصلت بالمكانه ديت بالثقه بتاعتهم فيا. يعني حضرتك احنا اتشرفنا بيكم شباب البحيره. نتمنى بس من الاعداد لو يعرض بس صور كده عشان نقدر نعلق عليها بسرعه قبل نهايه الحلقه. انا عارف ان الاعداد بيستعجلني، بس عايز اشوف صور لشغلهم برضو تعليقا ليهم. بتستفاد ايه من المهرجانات والحضور الايفنتات؟ صور لهشام خضر، صور ليك يا هشام هيتعلق عليها. حلو قوي. ده المهرجان ده بيعرفنا على ناس كتير، وبتعلم منهم برضو حاجات، باخد منهم حاجات. احنا طبعا بنستفاد من بعض. بنستفاد من بعض، مش هنتني واجب مكاني ومدفون مكاني ونقول انا هنوصل.
لا شغلك شغلك ما شاء الله حاجه كويسه جدا بروتين وبعد بروتين وقصات جميله. الشغل ده كان في مهرجان؟ لا ده في المحل عندي. ده شغل احمد عبد الله. ده شغل انا ده حضرتك. احنا شفنا شغل شام خضر. وده شغل في مهرجان البحيره طبعا. ده شغل بروتين طبعا. وده رسمه جيتار طبعا يكون في شغل اب نورمال. دي طبعا قصات مهرجانات. لا ده طبعا احمد رجدي. طبعا احمد رجدي دي طبعا خاصه باحمد رجدي. قصات ليك انت. في المحل عندي انا دي قصات نورمال برضه كنت طالع بيها مهرجان بتاع اسمه محمد حداد في البحيره. فعلا شايفه قصات غريبه قوي يا عماد. ما هو الشغل شباب البحيره مميز ومهرجانكم يعني حاجه تشرف. الحمد لله. الشباب بيمشي كده في الشارع فعلا ولا ده ممكن تخشي بيه مهرجان؟ مهرجانات بس. لا لا بنهرج مهرجانات بس. كلمه اخيره يا احمد بقى للمشاهدين او الرساله لحد. انا عايز اوجه الشكر لوالدي الله يرحمه ووالدتي طبعا وخصوص خميس الصعيدي وزوجتي وابني اياد تمام ربنا يخليهم لي يا رب ويديني طول عمري ليهم. كلمه اخيره يا هشام. انا بشكرك يا استاذ عماد اللي انت جبتني هنا وعرفتني هنا والحمد لله. كوافير وافتخر. طبعا انا كوافير برضه وافتخر ووجه رساله لوالدي اني ان هو بيدعمني ولشباب البلدي وان هم وقفوا جنبي وكويسين معايا ورفع من كفاءتي يعني. انت نورتنا هشام خضر. ده تكريم بسيط من مبادرة تفتخر منك. بص للكاميرا. ده هو شرف لينا طبعا. شرف لينا وجودك. احمد رشدي مصر في المبادرة في البحيرة نورتنا. احمد عبد الرؤوف بلديات وافتخر. طبعا اكيد طبعا. شرفتونا طبعا. الله يخليك. طبعا النهارده حلقة مميزة مبادرة تفتخر بمهنتك. شفنا ثلاث حالات ودايما معاكم جديد في المبادرة التجميلية كوافير وافتخر. بص للكاميرا ودايما افتخر بمهنتك كوافير وافتخر. شكرا ليكم وانتظرونا الاثنين الجاي الصحه والجمال الساعه 2. شكرا للمراوي الكواليس وفريق فريق قناه الصحه والجمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.